يعني مصر متسيدة على العالم كله في هذه الرياضة. يعني مثلا 2014 في كرة العالم في البرازيل الأوزان بتاعت البطولات كلها بتاعت البطولة 9 أوزان، مصر خدت 5 ذهب، ده غير التوالي الفضة وغير التوالي. الدكتور عامل فهيم رئيس البعثة ورئيس الاتحاد المصري والافريقي والعربي والنائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي خد احسن اداري في العالم. كان معايا لعيبه خدوا 5 ميداليات ذهبيه. المدير الفني المصنف الاول على العالم سعيد عثمان من مصر. يعني كل الاوائل في رياضه كمال الاجسام مصريين. دي حاجه بتشرف بلدنا وبنعتز بيها وكلنا معروفين. مثلا زي شحات مبروك وانور العماوي دول، يعني انور العماوي خد 11 سنه اول عالم، شحات مبروك خد برضه 11 سنه، احمد حموده واحمد الوداني 7 سنين، وبطل العالم دكتور سعيد عثمان برضه، ومحمد عثمان ويوسف السيد، كل واحد فيهم خد اول كذا مره على العالم. المصريين رسوم. وانت يا دكتور في اللعبه دي بطل اوروبا 3 مرات وبطل عالم مرتين. انا خدت بطل اوروبا لما كنت قاعد في البانيا، خدت اول اوروبا 3 سنين. جامد يا ريس. بحتفل معاكم باليوم الجميل ده وبشكر الاستاذ الرياضي الجميل الحلو الاستاذ حسن والكابتن برضه والناس اللي موجودين كلهم قيمة وقامة وأنا بتشرف بيهم. وكل سنة وأنتم طيبين بدخول رمضان علينا وإحنا موجودين في شهر شعبان، وكل سنة وأنتم طيبين وألف شكر. السلام عليكم.